بسم الله الرحمن الرحيم. Growth and Development. كده السلايد واضحة، الشيرنج واضح. يا دكتور واضح. يبقى زي ما قلنا ان انا عندي ILOs، المفروض ان انا اكفر الILOs في المحاضرة، والمفروض انتوا كطلبة بعد ما تخلص المحاضرة وتذاكروها تقدروا تجاوبوا على الاسئلة، تقدروا تقولوا يعني ايه هو definition of growth، definition of development، ايه growth stages المختلفة والفاكتورز اللي بتأثر، ازاي اقدر اعمل assessment لgrowth، ايه هي الدومينز او البارامترز المختلفة، ازاي اقدر اعمل assessment لdevelopment بتاع طفل، ايه هي الدومينز والبارامترز المختلفه، الجروث كيرف خدناها اهميتها، والفايتال ساينز زي ما بقول لكم هي مش مكانها في شابتر جروث اند ديفلوبمنت، لكن هي علشان تكمل لكم الصوره بتاعه نورمال تشايلد، ايه النورمال فايتال ساينز بتاعته. جروث او نمو يعني حاجه بتزيد في السايز او في الحجم، مجرد زياده في الماس والدايمنشنز، يعني ما يطلق عليه فيسيولوجيكال هايبرتروفي اند هايبربليزيا، حاجه بتزيد في حجمها. لكن الديفلوبمنت هو بقى الفانكشن، ان الاورجن زي ما الفانكشن بتاعه تماتيور ويشتغل ويبقى فيه اكوزيشن اوف سكيلز، يعني مش مجرد ان البيبي دراعه يكبر ده يقدر يمسك بيه حاجات فاين، يعمل بيه جروس موفمنت. طبعا الجروس والديفلوبمنت دي حاجه بيمشوا الاثنين بارلل مع بعض، ما اقدرش اقول الجروس بيحصل ثم الديفلوبمنت. دي ار تو بروسيسز ذات جو هاند باي هاند، والديفلوبمنت بيحصل كفاله بقيه الجسم، ولذلك لما بعد شويه هتلاقوا ان البيبي هذا يعمل هيدز يعني يصلب راسه قبل ما يمشي، لان الديفلوبمنت بروسيدز كفاله كده. زي ما انتم شايفين الرسم اهو، هو بيتنطط وفي نفس الوقت عنده الديفلوبمنت بتاع الفاين سكيلز. طب ستيجز المختلفة دي حتة سهلة قوي، وانتوا لو خدتوا نسا اكيد هتبقوا سمعتوا عنها. في طبعا احنا من اول ما بيبتدي الخلق بيبتدي انترايتراين في فترة الامبريو اللي هو اول 8 اسابيع، مش بنتكلم بالشهور، دايما بنتكلم بالاسابيع، فترة برينيتال اللي هو اول شهرين، وبعدين الفيتس بعد كده لغاية لما يتولد. طيب لما بيتولد extrauterine بقى postnatal، عندي فترة النيونيتال بيريد اللي هو النيوبورن أول 28 يوم من الحياة، ودول وده إن شاء الله هندرسه كنيوناتولوجي، لأن النيونيت له يعني كاركترستكس معينة وحاجات مختلفة لازم بيدرس لوحده. وبعدين ما يطلق عليه infant أو infancy اللي هو أول سنتين من الحياة بعد أول شهر بعد النيونيتال بيريد. لما الطفل يبقى عنده سنتين والديفينيشن مهمه، عشان لما نيجي نتكلم مع بعض تيجي تقولي مثلا عندي انفنت عنده كذا، ابقى انا متوقع انت بتكلمني على حد اقل من سنتين واكثر من شهر، اما تقولي عندي تشايلد يبقى بتتكلم من سنتين وطالع. ورجعوا قسموا تاني التشايلد هود لايرلي او بري سكول، ما قبل سن المدرسه من 2 ل 6، وما بعد سن المدرسه من 6 برضه، لأن كل فترة من دي ليها ديزيزز مميزة أو يونيك للفترة دي، وطبعاً في حاجات بتحصل في كل الإيد. نقول إن البني آدم ده بقى أدلت أو أدوليسنت من 12 إلى 20 سنة، يبقى الأدوليسنت من 12 إلى 20، وممكن في ناس بترجع تقسمها تاني لإيرلي وليت أدوليسنت. هل في حاجات بتأثر بقى على physical growth؟ طبعا في حاجات كتيرة قوي، اكيد كلنا مش زي بعض، ولا كل الدول زي بعض، ولا البنات زي الولاد. طب racial او racial differences، يعني
طبعا الامريكان غير ال شرق غير افريقيا، ده طويل ده قصير مش كده. طيب الفاميلي، في عائلات تبص تلاقي ان الهايت والبودي فريم بتاعهم، في عائلات تلاقيهم رفيعين، ودي الحقيقه الايفكت بتاع الفاميلي ده بيتعدل قبل كده، بتبقى الجروث بتاعها فاستر من الشهر السابع لاربع سنين، وبتبدا حتى بيوبرتي ات يانجر ايج. كذلك حاجات كروموزومال مثلا زي الداون سندروم، زي ما هتاخده ان شاء الله برضو في الجينيتكس، ببص الاقي ان الطفل المونجول بيبقى الجروث بتاعه ريتار. ايه تاني ممكن ياثر؟ كلام منطقي وبديهي. ventilated، في good hygiene، في good health، في good care، مش overcrowded، بياكل كويس، nutritional status، ما عندوش chronic illnesses تخلي الجروث بتاعه يتأثر، ما عندوش developmental anomalies، left palate مثلا مش عارف، ما عندوش اي رينال انالز، الجروث هرمون ده ايه من اسمه هرمون النمو، اكيد لما هيقل هياثر على الجروث. الثايرويد نفس الكلام، سواء كان كونجنتال او اكوايرد هياثر على الجروث وهياثر على المينتاليتي. طيب الاندروجنز لو هي اكسس ممكن بالعكس تعمل لي تول ستيتشر، تزود الهايت، بس بعد الاوسيبيك سنترز ما تقفل زيادتها ممكن تعمل لي شورت ستيتشر. كذلك الاكسس ستيرويدز برضو ممكن تعمل لي مشكله زي الاوبيزيتي، وتعمل لي برضو ايرلي كلوجر اوف ذا اوسيبيك سنترز. يبقى دي كلها فاكتورز مختلفه بتاثر على الجروث، سواء حاجات لينا يد فيها او حاجات مالناش يد فيها، مولودين فيها او مولودين بيها. خدنا كده الديفينيشن وقلنا ايه الفاكتورز ذات افكت الجروث. هنبدا دلوقتي بقى المحاضره على نصين، نص عن الجروث كله نورمال، المحاضره النهارده كلها نورمال، ونص عن الديفلوبمنت. لما اجي اعمل اسسمنت لطفل عايز اعرف النورمال جروث بتاعه، انا ببص له من اربع زوايا او اربع دومينز. ببص على الفيزيكال جروث بتاعه من حيث الانثروبومتريك ميجرز، هناخد دلوقتي شويه ارقام، والارقام في الاطفال مهمه جدا، لازم دايما يبقى معاك ماسوره او متر وميزان. هنبص على الفونتانيلز مين للانتيري والبوستيري، هنبص على السنان، وهنبص على البون ايج او الاوسيس ماتيوريشن. يبقى دي الاربعه دومينز بتاعه النورمال جروث. ايه هي الاربع دومينز بتاعه النورمال ديفلوبمنت، وبعدين نبقى نقولها تفصيلا. هي مينلي الموتور ديفلوبمنت، ان الطفل يبتدي يقعد ويمشي، طبعا يقف قبل ما يمشي، في حاجات فاين موتور زي ما هنقول، يقدر يبتدي يمسك بايديه او فينجر جريب. المينتال ديفلوبمنت اللي هو سايكو سوشيال، الاديوكيشن، السبيتش، وطبعا جزء البيوبرتي والفيجن والهيرنج، دي كلها عناوين وهنشرحها تفصيلا دلوقتي. يبقى نرجع تاني لجزء الفيزيكال جروث، واللي مصحصح معايا هيفتكر ان اول حاجه فيه كانت الانثروبومتريك ميجرز. واول حاجه في الانثروبومتريك ميجرز ان انا بوزن الطفل. اوزنه ازاي؟ لو هو انفانت يستحسن يبقى نيكد، ولو هو تشايلد يبقى مينيمال كلوذنج، مش لابس كتير، ويبقى بير فوت. شوف الصوره دلوقتي. الدنيا ماشيه ولا في اي سؤال؟ ماشي يا دكتور. طيب اول ما البيبي بيتولد تقريبا الافريج ويت بتاعه بيبقى 3 كيلو. طبعا اي حاجه في الطب. ايوه معاك. السلايدات بتقل متاخر قوي عني، مع انها واضحه يعني مفيش مشكله في وضوحها، بس بتقل متاخر. طب هل دي مشكلة عند كل الزملاء؟ عندي أنا كمان يا دكتور. برضه عندي يمكن عندك أنت فقط. لا
دكتور هو تقريبا النت عند حضرتك. طب هل انتوا طب اقلبها بدري شويه تمام يا فندم. طب دلوقتي ظهر عندكم ايه؟ فيزيكال جروس. فيزيكال جروس. طب معلش يا دكتور ممكن معلش بس نعيد السلايد اللي فات لانها ما ظهرتش خالص عندي. حاضر. ظهرت ثانيه واتقلبت. اللي هي دي مكتوب كلمه ويت. هي دي ايه؟ اللي قبلها بقى كمان دي اول مره. نورمال ديفلوبمنت. ايوه هي دي. ايوه هي دي. تمام اوكي. احنا هنا زي ما بقول لكم احنا بس بنقول عناوين لان هو ده اكشلي اللي هنشرحه دي. فزي ما بقول لكم برضه ما بعض دومينز لما اجي اساس الديفلوبمنت طفل ببص له من ناحيه الموتور من ناحيه المنتال لو هو وصل للبيوبرتي ولا لا وطبعا الفيجن والهيرنج وهنشرح الموتور والمنتال بعد شويه. تمام يا دكتور. كده السلايد الويت واضحه؟ اه هاي دكتور. اه هاي دكتور. حلوه قوي. هنبدا اول حاجه يبقى احنا زي ما قلنا احنا بنتكلم نصين نص جروث نص ديفلوبمنت. انا دلوقتي بتكلم عن النمو وعلى الجروث. ايه الموضوع بقى؟ اول حاجه فيه قلنا الانثروبومتريك ميجرمنت او شويه مقاسات كده هناخدها كده. اول حاجه فيها الويت. لما اجي اوزن الطفل اوزنه ازاي؟ هنشوفها في الصور. لو هو يستحسن يبقى غير مفهوم. ولو هو تشايلد عايز لابس لبس خفيف قوي مش لابس 15 جاكيته في الشهر ويبقى في على ارض الواقع. بنقول ان البيبي لما بيتولد اي حاجه في الطب ليها رينج انا ما بديش رقم واقف. بنقول تقريبا الافريج فول تيرم بيبقى وزنه 3 كيلو لكن لو هو 2.5 اتس اوكي لو هو 3999 اتس اوكي. لكن الافريج 3 كيلو. بيحصل ايه بعد الولاده على طول زي ما هنقول في النيونيت؟ بيحصل ويت لوس فيسيولوجي من 5 ل 10% من وزنه بيفقدهم ويرجع لهم تاني بعد اسبوع 10 ايام نتيجه الدايوريسيس اللي بيحصل بعد ما البيبي بيتولد. طيب بعد كده بقى بيمشي الجروث بتاعه ازاي؟ يدبل. طيب لو هو كان مولود 3 كيلو هيدبل البيرث ويت عند 4 شهور يبقى كام؟ 6 كيلو يبقى كام؟ كويس. وهيتريبل البيرث ويت عند كام؟ سنه يعني هيبقى كام؟ 18 هيبقى 9 على البيرث على البيرث ماشي تمام. يبقى 3 في 3 يبقى 9 صح؟ تمام. واللي عايز الدقة بقى هياخد الديلي ويت جين تقريبا من 20 ل 30 جرام في أول 3 4 شهور وتقريبا من 15 ل 20 في بقية السنة الأولانية. أستنتج إيه من السلايد دي؟ أستنتج إن الويت بيزيد بسرعة جدا في أول سنة وبعدين هيبتدي يبطأ. الأمهات طبعا بتبقى فاكرة إن البيبي هيفضل يزيد 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 يزيد. لا الجراث برضو له باترن معين بيزيد بيه. عشان كده النمو بعد كده بيمشي بطريقه معينه. طيب لو انا حبيت احسب وزنه بعد السنه احنا قلنا خلاص هو عند اول ما اتولد 3 كيلو بعد كده عملنا ايه؟ قلنا ايه؟ بعد الولاده بثلاث شهور او ست شهور كان كام؟ كان دبل وفي اخر السنه الاولى كان تريبل. طيب انا عايز احسب بعد السنه كده برف فورمولا او ايكويشن اقدر احسبها ممكن الويت كالكوليشن ايكويشن بعد او بتوين الفيرست والسكس يير يساوي الايدج في 2 زائد 8. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي مثلا طفل سنه سنتين عايزه اقول للام في عجاله كده من غير جراث كيرف ولا حاجه ممكن حد يحسبها لي طفل سنتين يبقى وزنه كام بالايكويجن دي؟ 12. كله موافق؟ تمام يا دكتور. 12 كويس. زي ما انتم شايفين البيبي اللي نايم رايق
الميزان اللي انا او الديجيتال ويت او كاليبريتد ويت اللي انا بحسب بيه للانفنت. هو طبعا مش مفروض يبقى ماسك حاجه في ايده، يعني الصوره دي مش فيري اكيوريت، لكن ده الايه الميزان بتاع الانفنتس. وزي ما بقول لكم هي شود بي نيكد او لابس بامبرز اقصى حاجه. طيب ده الميزان بقى بتاع تشايلد قادر يقف، وزي ما انتم شايفين التشايلد لازم يبقى بير فوت. هتلاقوا الصوره اللي في الكتاب الطفل لابس شوز غلط طبعا، مفروض نو شوز اند نو سوكس، التشايلد يتوزن بير فوت. يبقى ده بالنسبه للوزن، موضوع بسيط وسهل. طيب نمرة 2 في الانثروبومتريك ميجرز في الفيزيكال جروث اوف ا تشايلد هو طوله. طيب انا شايفه كلمتين مكتوبين، شايفه كلمه هايت وشايفه كلمه لينث. ايه الحكايه دي بقى؟ اللينث بستعمله لما يكون انفنت لسه مش قادر يقف ويتفرد كده واقدر ايه اسنده على الحيطه واقيسه، يعني هو نايم وهو في الريكامبنت بوزيشن او نايم سوباين. انما كلمه هايت لما يبقى في الستاندنج بوزيشن واقدر افرده على الحيطه بير فوت برضه واقدر اشوف الطول بتاعه مظبوط، يبقى لينكس وبيبقى في السوباين. عند 3 بسميه هايت وبيبقى ستاندنج، وهنشوف صور 3 اقدر اعمل الاثنين واشوف كده ايه اقرب ما بينهم. طيب ازاي اعمل الكلام ده؟ ايه الادوات اللي بستخدمها؟ هنشوفها اسمها حالا، بس خلينا نعرف النورمال كام. النورمال بقى لينكس ات بيرث نص متر، يعني 50 سنتي. فاكرين النورمال ويت ات بيرث كان كام؟ كان 3. فنمت ولا ايه؟ معاك يا دكتور. طيب أول شاطرين برافو. أول 4 سنين بيحصل عند 6 شهور يبقى 68، عند سنة 75، عند سنتين 87، عند 3 94، عند 4 سنين يبقى متر. يبقى هنا بقى عمل دبلينج للبيرث لينكس عند سن كام؟ 4. ما أنا عشان أسألكوا بقى ودبلينج للبيرث ويت عند كام؟ عشان أربط الكلام. عند 4 شهور. تمام وعليكم. يبقى 4 و4. طيب الارقام اللي انا قلتها في السلايد اللي فاتت دي معناها ان انا ما بين 4 ل9 سنين الهايت بيزيد 7 سنتي في السنه، بحيث ان هو تقريبا عند 9 سنين يبقى 135، وما بين 9 ل12 طبعا يبتدي بقى يبطئ شويه، هيزيد 5 في السنه، بحيث تقريبا 100 عند كام؟ عند 12 سنه صح؟ لان هو كان نص متر وقت الولاده وبقى متر ونص عند 12 سنه، بقى عمل تريبلنج للهايت عند 12 سنه، الويت كان عند سن سنه. معايا؟ يا دكتور مع حضرتك صوتك بيقطع جامد. صوتي بيقطع؟ ايوه فندم. طيب كده احسن. لا يا دكتور لسه بيقطع. في ايكويشن لحظه. كده أفضل؟ أيوة دكتور. كده أفضل ولا حوله كده أحسن ولا حوله الموبايل داتا ممكن؟ طيب. لا كده تمام يا دكتور. طيب
هل في إيكويجن برضو لموضوع الطول ده بعد سن سنة زي الوزن؟ في ممكن بعد سنة أقول إن اللينكت أو الهايت برضو ده كلام كله رف، إنما المظبوط طبعا أنا أحط الطفل على الجروث كيرف زي ما تشوف بعد شوية. بعد سن سنة الطول ممكن يبقى الإيج إن ييرز 5 سنين، عندي طفل سنتين أتوقع ممكن طوله يبقى كام؟ كده 90. تمام، 2 × 5 = 10 + 80. كله سامع وكله مستوعب؟ طيب كنت بقول لكم ان احنا بنقيس اللينث وهو نايم بحاجه اسمها انفانتوميتر، وهو واقف بحاجه اسمها ستيديوميتر. اهو ده ستيديوميتر، الطفل واقف، صحيح الصوره مش مكمله، وده الجهاز اللي احنا بنستعمله، بننزل على راسه كده زي ما يكون حاجه فلات عشان خاطر بالظبط اجيب الميجرمنت بتاعه. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه ستيديوميتر. اما اللينكس اللي هو نايم سوباين اسمه انفانتوميتر، بنايم الطفل، يستحسن يبقوا 2 افرد رجليه على قد ما يعني، وبرضه عليه حاجه من الناحيين واشوف الوزن على السكيل. طب افرض ما عنديش الاجهزه دي كلها، بمنتهى البساطه هنيمه، احط كتاب او حاجه عند رجليه بعد ما فردتها، احط كتاب او حاجه عند راسه، واقيس بالمتر او بالمزوره ان بتوين هيديني اللينكس. طيب قسنا الطول او قسنا الهايت او اللينكس وعرفنا ايه بقى كلمه بروبورشن. دي بروبورشن يعني النص الفوقاني للنص التحتاني. ايه بقى النص الفوقاني والنص ده؟ الابر سيجمنت اللي هو من اول الكراون فوق لغايه الابر بوردر اوف ذا سيمفيسس بيوبس، واللور سيجمنت اكيد هيبقى من الابر بوردر اوف سيمفيسس بيوبس لغايه تحت لغايه الكيف. طب ايه اهميه ان نعرف الابر واللور سيجمنت؟ اهميتهم ان في بعض امراض تعمل لي شورت ستيتشر بروبورشنال وبعضها يبقى ديسبروبورشنال، زي ما هتعرفوا المره الجايه في الابنورمال جروث ان شاء الله مع دكتور ياسر. عشان اعرف البروبورشنال من الديسبروبورشنال لازم اكون قست الابر واللور سيجمنت وحطيتهم على بعض وشفت الريش نورمال ولا نورمال عشان اقدر اقول دي بروبورشنال او دي. الرسمة يمكن تبين أكتر من الكلام. أهو زي ما أنتوا شايفين في الأول at birth بيبقى upper segment هو 1.7 لـ 1. بعد كده عند 3 سنين اللي هي الصوره اللي في النص يبتدي الابر سيجمنت يقل شويه يبقى 1.3 إلى 1. بعد 7 سنين زي ما انتم شايفين في الرسمه اللي على اليمين يبتدي الاجمنت يبقى قد اللور سيجمنت. يبقى اذا دي مهمه ان انا لو الريشيو دي عندي مش منتين يبقى عندي ما يسمى ديسبروبورشنال. لو انا عندي حاله شورت ستيتشر يعني وخدت البروبورشنز دي ولقيتها مش مظبوطه يبقى عندي ما يسمى بديسبروبورشنال شورت ستيتشر اللي له طبعا اسباب معينه. تمام. دكاترة سامعيني كدكتور لكن الصوت بيقطع شوية. أنا هحول موبايل داتا فادوني بقى نص دقيقة بس. تمام.
مفيش صوت يا دكتور. طيب كده اوضح الصوت مش بيقطع؟ ايوه فندم تمام. تمام. يبقى نمرة ثلاثة في الانثروبومتريك ميجرمنتس في النورمال جروث اللي هو الهيد سيركمفرنس. احنا اخدنا الهايت وخدنا الويت. ات بيرث السكال سيركمفرنس بيبقى 35. احنا قلنا ات بيرث بيبقى وزنه 3 كيلو كافرج، طوله 50 سنتي، محيط راسه 35. يبتدي يزيد جامد جدا في اول سنه لدرجه يوصل ل 47، يعني زاد 12 سنتي during the first year. وده ليه؟ لان البرين جروث بيزيد بسرعه جدا في اول سنه، عشان كده مهم قوي السنين، دايما بنقول السنين الاولى من عمر الطفل ومنتهى الاهميه النيوتريشن بتاعه، المعامله معاه، كل ده، لانه دي فتره البرين ما بيتكون. مفهوم يا جماعه؟ تبتدي بقى الدنيا تبطأ جدا، هو 47 عند سنة، يوصل عند 12 سنة ل 52 أو 53 اللي هو الماكسيم. يعني إذا 12 سنة في أول سنة و 6 سنتي زيادة بس during 11 years، يبقى الماكسيمم سكال سيركمفرنس 52 أو 53. طيب يبقى كده خلصنا الانثروبومتريك ميجرمنتس اللي هي اول دومين في الجروث، وقلنا فيها ايه؟ قلنا فيها الويت واللينث او الهايت والهيد سيركمفرنس، وقلنا كمان البودي بروبورشن. نمره اتنين في الدومين الثاني في الفيزيكال جروث هو الفونتانيلز. عندنا كام فونتانيل؟ عندنا حوالي 6، لان دول عباره عن التقاء السوتشرز المختلفة اللي في السكال. لو قعدنا كده نعدهم ونبص على رسمة للسكال هنلاقيهم 6. هل احنا هنهتم بالستة كلهم؟ لا، احنا اهم حاجة عندنا هي الانتيرير فونتانيل والبوستيرير فونتانيل، زي ما هنشوف في الرسمة دلوقتي. الانتيرير فونتانيل حجمها مهم بالنسبة لي at birth، وبتتقفل امتى، وكذلك البوستيرير فونتانيل. طيب الانتيرير فونتانيل زي ما هنشوف في الرسمه دلوقتي بتبقى تقريبا 5 سنتي ويتس او 3 فينجر، وبيبقى شكلها زي الدايموند، وتبتدي تقفل تدريجي لغايه عند سنه ونص او سنه وثمان شهور تكون كلوزد كومبليتلي. البوستيرير فونتانيل بقى لا، بالعكس، دي المفروض ان البيبي يتولد بيها كلوزد، او يا دوبك كده تو ادميت تيب اوف فينجر لغايه شهر شهرين، وبعدين ما الاقيهاش خالص، لان لو لقيتها مفتوحه ات بيرث ده لو انديكيشن. طيب تعالوا دكتور، حضرتك غيرت السلايد. انا دلوقتي هحركها اهو. ماشي، بس معلش. انت شفت سلايد الفونتانيل الستة؟ لا ما ظهرتش اصلا، يعني وقفت عند السيركونفرنس. ما نقلتش عندك عند الفونتانيل كلكم كده؟ لا لسه عند الناس. ايوه دكتور انا عندي كده. طيب كده ظهرت الفونتانيلز.
ظهر سلايد الفونتانيل لسه؟ لا لسه. الرسمة دي ظهرت؟ لسه فدرا نورمال جلوس. مفيش الرسمة بتاعت الفونتانيلز مش ظاهرة قدامكم؟ لا يا فندم نورمال جروس السيركو اللي هيتسيم كيرفرس. كده ظهرت الفونتانيل. انا عندي لسه. لا هي لسه نورمال يا دكتور. طب هعمل ريفرش دي واحده. كده ظهرت الفونتانيلز يا دكاترة. للأسف لا يا دكتور. للأسف لا والله. دكتور يعني في فكرة كده ممكن ننزل الباوربوينت هنا على التيمز وحضرتك تشرحها ونتابعها وراك على الباوربوينت. ظهرت تمام يا دكتور مشيت. انا هبعتها لكم برضو زي ما الاقتراح اللي قاله الدكتور وبعدين نكمل.
طب انا بعت لكم البرزنتيشن ممكن تفتحوها ونمشي مع بعض عشان لو بس النت علق تاني. سامعيني؟ تمام يا دكتور. افتحوها ونمشي مع بعض سلايد سلايد عشان النت بس ممكن يكون في ضغط ولا حاجه. انا عند سلايد الفونتانيل، يا ريت تفتحه ونمشي سوا. معايا؟ معاك يا دكتور. كله فتح عند الفونتانيل؟ ايوه يا دكتور. طيب يبقى كنا بنحكي بنقول ان هم عندنا ستة فونتانيلز في اي نورمال، في اي نورمال سكال اللي هو الميتنج ما بين السوتشرز المختلفة، لكن احنا بنهتم فقط بالانتيرير والبوستيرير فونتانيل. الانتيرير فونتانيل حجمها at birth بيبقى يستحسن طبعا بالسنتي، طول في عرض 5 مش بالفينجرز، وبتبتدي تقفل تدريجي لغايه عند سن سنه ونص او سنه وثمان شهور بتكون كومبليتلي كلوز. اهميتها ايه؟ ان في بعض امراض تخلي عندي وايد انتيرير فونتانيل، اشهرهم مثلا الريكتس، وفي امراض تخلي الانتيرير فونتانيل تقفل بدري زي الكرينيو سينوستوزز مثلا، وبالتالي ليها اهميه زي ما هناخد بعد كده في الديزيزز المختلفه. وهنشوف رسمة ليها دلوقتي. البوستيرير فونتانيل بقى بتبقى العكس، بتبقى closed at birth، مش مفروض الاقيها مفتوحة أصلا، أو بالعافية كده تؤدميت تيب اوف فينج لغاية شهر شهرين. لكن لو لقيتها مفتوحة at birth دي ممكن تكون في البريتر بيبيز، أو ساعات يبقى حالات الهايبوثايرويديزم أو أحيانا الهايدروكيفاليز. الصوت واضح؟ تمام يا دكتور واضح. غيروا معايا السلايد للي بعدها نيكست. شايفين الصورة دي؟ زي ما احنا شايفين كده اهو الرسمة اللي على الشمال دي الانتيرير فونتانيل. طبعا المفروض تبقى ات ليفل، يعني دي ديبريسد شوية، ممكن البيبي ده ديهايدريتد ولا حاجة. شكلها زي الدايموند، وزي ما بنقول ليها طول في عرض بيبقى تقريبا 5 سنتي ويت، وات شود بي فلات. والرسمه اللي فوق بتبين لي البوستيرير فونتانيل اللي مكانها ورا ما بين اللامدويد سوتشرز مش كده والساجيتال، والرسمه اللي تحت على اليمين بتبين لي ازاي بقيس السكال سيركمفرنس. المفروض من الموست بروميننت بوينت عند الفور هيد اللي هي الاي براوز سوبر اوربيتال ريدجز يعني، الى الموست بروميننت بوينت عند الاوكسيبت ورا، عشان يبقى كلنا بنقيس بنفس الطريقه ويطلع لنا نفس الارقام. Next. ثالث حاجه في ال normal domains of physical growth هي ال dentition او السنان. مهم جدا ان احنا نعرف امتى اول tooth بتطلع، وامتى ال primary، وامتى ال permanent، وامتى اقول ان الطفل ده متاخر في السنان، لان دي طبعا بوينت اوف كونسرن عند الامهات كلها. ابني ما سننش يا دكتور، ابني متاخر، بنت جاري سننت وابني لا. الكلام ده كله مهم مش بس في الطب، مهم حتى كمعلومات عامه. فالقواعد العامه في التيسنج انه بيبتدي في اللور جو قبل الابر جو بحوالي شهر، لكن مش شرط. يعني لو طفل سنن في الابر جو مش هقول له لا يعني. لكن دي الماجوريتي اوف انفانتس التيثينج بيبدا في اللور جو الاول. وفي وايد رينج في التايم اوف ايربشن، يعني احنا بنقول المفروض اول سنترال انسايزر تبان عند 6 شهور، لكن لو بانت عند 7 او 8 مش مشكله. امال امتى بقى اقول ان الطفل ده عنده ديلي تيثينج؟ لو لغايه سن سنه ما طلعش ولا سنه، ممكن بقى ساعتها نبتدي نقلق ونروح للدكتور. عدد الاسنان انتوا عارفين الكلام ده، الاسنان اللبنيه او ديسيديوس تيث 20 والبيرمننت تيث 32.
Next. يبقى البرايمري او ديسيديوس تيز اول حاجه تبان عند ست شهور السنترال لور انسايزر تحت الاول، بينما السكندري او بيرمننت تيز اول مولر يبان عند سن ست سنين. والرسمه دي موجوده في الكتاب واضحه وجميله وملونه، والرسمه الثانيه دي برضو موجوده في الكتاب. معايا متابعيني؟ معاك يا دكتور. طيب الدومين الأخير تقريبا في الجزء بتاع الجراث هو الـ skeletal maturity أو radiological determination of bone age. إيه موضوع البون ايج ده؟ في بعض أطفال مثلا بيبقى عندهم hypothyroidism، بيبقى البون ايج بتاعهم delay. في العكس يبقى عندهم hyperthyroidism، يبقى البون ايج advanced. يعني إيه الكلام ده؟ المفروض ان احنا عمرنا الكرونولوجيك يبقى ماشي مع العمر البون ايج. انا بكبر في السن وفي نفس الوقت العظم بتاعي بيكبر معايا كماتوريتي او كاوسيوس ماتوريشن للاوسيفيك سنترز والكلام ده. طيب انا لو عايزه اقيس اعرف ازاي البون ايج بتاع التشايلد، له طريقه. ات بيرث بيبقى ما فيش غير اوسيفيك سنتر اراوند ذا نيم، يعني في اللونج بونز في الفيمر في الفيبيلا في التيبيا اراوند ذا ني. لكن في الايرلي تشايلد هود لو عايز اشوف البون ايج بتاع التشايلد بنعمل اكس راي للليفت ريست. واحد يقول لي اشمعنى الليفت ريست، اقول له لان هم اخذوا كل الستاديز اتعملت على الليفت هاند اند ريست، فاصبح عندنا اطلسز فيها النورمال، فاصبح هو ده الريفرنس بتاعي. طيب برضو يعني ايه عملت اكس راي للريفت ريست وبصيت على الكاربل بونز وعدتهم، المفروض يبقى البون ايج يساوي ايه؟ يساوي الكرونولوجيكال ايج زائد واحد. يعني ايه برضو؟ يعني لو انا طفل عنده خمس سنين المفروض ان انا الاقي كام كاربل بون؟ ست. بالظبط كده، لان الاوسيفيك سنترز بتبقى سابقه بشويه عن الايه؟ الكرونولوجيكال ايج. الكلام ده اقدر اعمله لغايه سن 7 او 8 سنين. بعد كده في الليت تشايلد هود بيبتدوا بقى يبصوا في اطلسز معينه، بيشوفوا الفيوجن بتاع الابيفيسس بتاع الديستال اندز اوف الريديس والانا، وليه كتب كتير. عشان كده ابسط حاجه انت تحفظها اللي هي الاكس راي ليفت ريست، ان هو النمبر اوف كاربل بونز او البون ايج يساوي الكرونولوجيكال ايج بلس 1. يبقى كده احنا خلصنا الجزء بتاع الجروس، قلنا الدومينز المختلفه بتاعته كانثروبومتري، الويت والهايت او لينث والسكال سيركمفرنس والبودي بروبورشنز، قلنا الفونتانيلز، نمره 3 قلنا التيث او الدنتيشن، نمره 4 قلنا البون ايج. زي ما بقول لكم الفايتال ساينز ده مش مكانها، بس احنا حطيناها عشان تبقى عارف التشايلد كله على بعضه كده كنورمال اخباره ايه. اعملوا نيكست معايا وهتلاقوا جدول فيه النورمال هارت ريت والنورمال ريسبيريتوري ريت والنورمال بلاد بريشر. هتلاحظوا ان في النيو بورن احنا هنا حاطين ارقام، لكن طبعا زي ما بقول لكم الطب كله رينجز. هتلاحظوا ان الهارت ريت في النيو بورن بيبقى عالي، ممكن ايفن يوصل ل 160 واعتبره نورمال، وبعدين يبتدي يقل تدريجيا لغايه لما نوصل للنورمال بتاعنا احنا بقى اللي هو من 60 ل 90. كذلك الريسبيراتوري ريت ببص الاقيه في النيو بورن لغايه 40 او 60 اعتبره نورمال، وبعدين يبتدي يقل مع العمر لغايه لما نوصل للادلت بتاعنا احنا اللي هو من 18 ل 20. البلاد بريشر بقى العكس، بيبقى في النيو بورن على أرقام قليلة مثلا افريج يعني 80 60، لكن كل لما بيكبر في الايدج والبريف ريزيستنس بتتحسن والى اخره يبتدي يمشي يبتدي يعلى لغاية لما نوصل للأرقام بتاعتنا في الأدلت اللي هي 110 60 أو 70 أو 120 80. تمام يا جماعة؟ مجمعين معايا؟ أيوة يا دكتور تمام. طيب نكست.
الجروث كيرفز. ايه الجروث كيرفز دي؟ من اسمها ويمكن خدتوها قبل كده في البابليك هيلث. دي عباره عن جرافيك اسسمنت للفيزيكال جروث. يعني ايه؟ احنا في الجزء اللي فات قلنا ارقام كرود كده، قلنا ادبرس يبقى 3 كيلو، وبعدين مش عارفة عند 6 شهور ولا 4 يدبل، وعند سنة يتريبل، أرقام وإكويجنز وحاجات بالشكل ده. أنا لو عايزة أتابع طفل وأشوف زي الأطفال كلها ما بتتابع دلوقتي في الخاص أو مركز الأمومة والطفولة، وأشوف الجروث بتاع الشايل ده ماشي إزاي، لما يكون عندي جرافيك أسسمنت له أو عندي كيرف أشوفه ماشي على الكيرف بتاع النمو بتاعه ده ولا لأ، دي أحسن حاجة. طب نعملها ازاي؟ هما اكشلي الناس اللي عملوها عملوها ازاي؟ جابوا اطفال كتيره قوي قوي، مثلا 100 طفل نورمال طبعا وهيلثي باعمار مختلفه، وحطوا الاطفال اللي بالعمر ده المفروض وزنهم الطبيعي يبقى كذا. لقوا رينج، برضو زي ما بقول لكم الطب فيه رينجز، لقوا ان ممكن مثلا يبقى واحد عنده مثلا نقول سنة ممكن يبقى وزنه 10 كيلو وممكن يبقى وزنه 12 كيلو والاثنين نورمال. إذا عندي رينج، والرينج ده هو اللي عمل لي ما يسمى الـ above البرسنتايل وبلو البرسنتايل. تعالوا نشوف الكلام ده على الكيرف ونشوف. يبقى أول سلايد دي كانت الديفينيشن. نيكست. عندي جروث كيرفز مختلفة. في البرسنتايل اللي بقول لكم عليه ده اللي أنا بتابع بيه الويل تشايلد فيزيت كل مرة، بيبقى كده يبقى فيه كده زي كراسة أو فايل للتشايلد، وبتابع فيه الجروث بتاعه كل مرة وأشوفه ماشي على البرسنتايل ولا لأ. زي ما نشوف دلوقتي في حاجة اسمها ستاندرد ديفيشن كيرف، في فيلوسيتي كيرف، في حاجات كتيرة قوي، لكن خلينا في أسهل واحد اللي هو البرسنتايل جروث. Next. ايه الكرايتيريا بتاعت البرسنتايل جروث كيرف؟ اولا هو متوفر لاسبكتس مختلفه من الجروث، يعني متوفر لللينث، للهايت، للويت، للسكال سيركمفرنس، متوفر للبويز اند جيرلز، افيلبل في ديفرنت كونتريز. واحنا في مصر عملنا طبعا البرسنتايلز بتاعتنا، لان احنا طبعا القصه عندنا مش زي بره، يعني زي ما قلت لكم في الاول خالص الريس بيفرق، البلد بتفرق، بتأثر على الجروث والديفلوبمنت. عملنا تشارتس مختلفة للإنفنتس وعملنا للتشيلدرن، ولقينا إنه النورمال تشايلد بيرسنتايل المفروض يبقى ما بين الفيفث والناينتي فيفث. طبعا الفيفث ده أقل حاجة اللور نورمال، والناينتي فيفث بيرسنتايل ده الهايست نورمال. وبالتالي ما هو أقل من 5 أو أكثر من 95 ده abnormal. Next. ده اللي هو بيقول لي البرسنتايل أو كل growth curve percentile عبارة عن إيه؟ عبارة عن الـ 50th percentile اللي هو المين أو اللي هو اللي في النص المتوسط، و 25th و 10th وال 5th وال 75th وال 90th وال 95th. زي ما بقول لكم الخمسه ده اللي هو خمسه في، يعني ايه 5th percentile؟ يعني 5% of the children are below that curve او that line and it is considered lowest limit of norm. طب يعني ايه 75th percentile؟ يعني 75 من الأطفال النورمال are above that curve. لما نشوف الرسمة الدنيا توضح أكتر. Next. اعملوا next next لغاية ما نوصل للرسمة عشان نقدر نتخيلها. كله وصل للرسمة اللي هي weight for age percentile. معايا؟ تمام يا دكتور. كويس أوي. أنا عارفة إني بعيد كلام أنتوا عارفينه، بس عشان اللي نسيه فبحب أقوله تاني. زي ما أنتوا شايفين كده البرسنتايل ده المفروض الخط التخين اللي تحت الأخير ده الـ 50th percentile، والخط التخين اللي فوق ده الـ 97th percentile. ما بين الاتنين الطفل ده ماشي كويس، تمام؟ الـ 50th ده الميديان أو اللي في النص. طيب لو أنا جيت
اقول انا ابني ماشي مثلا خلينا نقول على الخط اللي في النص اللي هو مش داتت ده اللي هو الاحمر المستقيم ده اللي ماشي لوحده مش مقطع، كل مره بروح اعمل فيزيت للدكتور الدكتور بيحطه على السنتايل بيلاقي مثلا سنه عند 6 شهور وزنه مثلا كان 7 أو 8 كيلو ويبتدي كل مره يحط نقطه على الكيرف نقطه على الكيرف نقطه على الكيرف. لو هو ماشي مع الكيرف لا طلع ولا نزل يبقى الجروث بتاعه تمام، هي از فولوينج هيز اون بيرسنتايل. لكن لو نزل، لو لقيته نزل عن الخط بتاعه لا ده دي حاجه alarming sign. طب لو لقيته ابتدى يطلع لا برضو دي حاجه لازم اخد بالي منها. فهمتوا يا جماعه؟ طب لو لقيته نزل خالص عن الفيفث بيرسنتايل ده بعد بقى عن النورمال تمام يا جماعه، يبقى اذا هي مش مجرد ان انا بحط نقطه او يعني بحط نقطه لالتقاء الايج مع الويت، لا ده انا بشوفه كمان فولوينج هيز اون بيرسنتايل ولا في تغيير. طب واحد يقول لي افرض ان الطفل كان عيان، ما هو اكيد مش هيبقى ماشي على الجروث فيلوسيتي الطبيعي بتاعه. اقول له ماشي، في حاجه اسمها كاتش اب انه هينزل ويرجع يطلع تاني، فعشان كده المتابعه مهمه قوي. يبقى كل child normal should follow the same percentile level throughout the growth period. واضحة الحتة دي؟ clear يا دكتور. تمام. next. ده مش post test بمعنى post test، لكن ده بس يقول لنا انتم صحصحين ومركزين ولا لا قبل ما ندخل على جزء development. ايه اللي بيبتدي الاول، التيثينج ولا الووكينج؟ انا صحيح لسه ما قلتش الووكينج. لا التيثينج يا دكتور. طيب when is head body ratio larger؟ طيب خلينا في السؤال الثالث عشان ده يمكن صعب. what grows faster in the first year of life؟ ايه اكتر حاجه في الجروث بتبقى سريعه في اول سنه؟ السكال سيركمفرنس ولا الهايت او لينث سوري ولا الويت؟ الهيد. الهيد بتزيد 12 سنتي في السنه الاولانيه مش كده برضو؟ يبقى ده جزء الجروث، معلش كان تقيل شويه وكله ارقام. جزء الديفلوبمنت ده جزء لطيف جدا جدا لانه عباره عن حاجات طبيعيه احنا بنلاحظها حتى في الاطفال اللي هم اللي حوالينا جيراننا اصحابنا. قلنا في الدومينز اوف ديفلوبمنت عندنا موتور وعندنا منتال وعندنا الجزء بتاع البيوبرتي وعندنا الفيجن والهيرنج. الفيجن والهيرنج انتوا خدتوه بقى في الرمد والانف والاذن باستفاضه. خلينا هنا نتكلم على الموتور سكيلز. ايه السكيلز اللي الطفل المفروض تبقى عنده او يأكوا او يديفلوب، وايه الاعمار المختلفه اللي المفروض تحصل فيها؟ عندنا طبعا يعني برودلي كده تو كاتيجوريز، فاين موتور سكيلز اللي هي ما لها علاقه ان الطفل يمسك قلم يقطع بمقص حاجات فيري فاين، وعندنا كلام جروس لارج موفمنت يشوط كوره يمشي يجري ينط. طيب الجروس موتور زي ما اتفقنا في الاول ان الديفلوبمنت بيحصل كفاله كودا، وبالتالي الاول الطفل يهد سبورت او يعني يصلب راسه وبعدين يبتدي يجي على جنبه ويبتدي يقعد ويبتدي يقف يبتدي يمشي. طب هنحفظها ازاي؟ نيكست معايا اللي هي رول اوف 3. ده رينجز كلها يا جماعه انا بس حطيتها كده للتسهيل، ان البيبي يبتدي يعمل او الانفنت يعمل يصلب راسه عند 3 شهور، لكن هي ليها رينج ممكن من 2 لـ 4. فاهمين اللي بقوله؟ يبتدي يبقى سيتنج الاول سبورتد عند 6 شهور، يعني اما تيجي الام تقعده على كرسي او كنبه بيسند ظهره سبورتد، وبعدين يبتدي بقى عند 8 أو 9 شهور يقعد unsupported. الكرولينج انه يزحف، ومش شرط ان كل الاطفال تزحف، في اطفال بتقعد وبعدين تقف.
مش شرط يعني حتة الكرولينج أو الزحف دي أو إنه يحبي يعني على الأرض عند 9 شهور دي ممكن أطفال ما تحصل لهاش. يبتدي يقف عند سنة وبرضه مش بيقف كده لوحده، الأول بيقف يسند أو مسند على كنبة أو على حيطة وبعدين يقدر يقف لوحده. يبتدي يمشي عند 15 شهر تمام، وليها رينج برضه لغاية 18 شهر عشان لو جت أم تقول أنا ابني ما بيمشيش نقول لها هو سنه كام؟ لغاية 18 شهر الطفل يمشي. فإيه مش لازم نبقى زي ما بقول لكم هي رينج، هو مش شهر محدد. يبتدي يقدر يجري عند سنة ونص 18 شهر. يبتدي يطلع سلالم عند 21 شهر. 21 شهر ده كام سنة؟ هو مش سنتين، سنتين إلا 3 شهور تقريبا. كويس. وبعدين يبتدي ينزل السلالم عند سنتين. طب هو ليه بيطلع الأول رغم أن الطلوع أصعب من النزول؟ لأن it is more safe. يعني although in ascending أو stairs is difficult بس it is more safe للطفل أن هو يحاول يطلع السلم عن أن هو ينزل. يبقى ده الرول of three للجروس موتور سكيلز للطفل. هتلاقوا في كتب مختلفة أرقام مختلفة، إحنا الرينجز دي بس للتذكير أو سوري الأرقام اللي أنا حطها أفرجي عشان بس تفتكروها، لكن زي ما بعيد وزيد تاني it is a range، مش إن الطفل ما مشيش عند 15 شهر يبقى delayed، لا there is a range. next دي صور موجودة في الكتاب، طالع سلم نازل سلم jumping hopping. next الفاين موتور سكيلز. الفاين موتور سكيلز هتلاقوا برضو ليها طرق مختلفة وتقسيمات مختلفة وصور مختلفة، لكن هي كلها بتلف وتدور حوالين حاجات بسيطة خالص انتوا حتى بتلاحظوها في الانفنس اللي حواليكوا اصحابكوا الجيران. يبتدي عند 4 شهور يحاول يوصل للحاجة بإيديه الاتنين. احنا طبعا في سننا ده كأدل لما بتيجي تجيب حاجة انت بتجيبها يعني unless حاجة محتاجة إيدين الاتنين بتجيبها بإيد واحدة، ممكن بتجيبها two fingers بتبقى ليها fine motor skill. إنما هو في أول 4 شهور هو بيتجه بإيدين الاتنين. عند 6 شهور ممكن يتجه بإيد واحدة وممكن ينقل الأوبجكت الصغيرة من إيد لإيد. عند 9 شهور يبتدي يحصل immature pincer grasp. يعني إيه pincer grasp؟ pincer يعني ما بين صباعين. أنا بمسك حاجة مثلاً، بمسك مثلاً يعني قلم ما بين الإندكس والثم، يبتدي كده يقدر يمسك معلقة أو حاجة بس مش قادر يمسكها قوي، ويبتدي يقدر يشاور أو يبروب بالفور فينجر. عند 12 شهر يبتدي يقدر يمسك فعلاً بالإندكس والثم، عشان كده عند سن سنة ممكن تلاقوا أطفال قادرة تمسك كوباية المية اللي هي ليها إيدين اتنين وتشرب، لأن ابتدى يبقى عنده البينسر جراس ماتيور. عند 15 شهر يبتدي لو انتوا عايزينه يلعب ببلوكس يعمل 2 بلوكس ويبتدي كده يشخبط أي شخبطة. سنة ونص البلوكس تبقى 3، سنتين تبقى 6، 9، لغاية لما يوصل في الآخر ان هو يقدر يكوبي تريانجل أو يقدر يرسم. عشان كده ما نستعجلش ان احنا ندي للطفل قلم ونبقى مبسوطين انه بيرسم، كل حاجه في الماتوريتي ليها العمر بتاعها. طيب وات اباوت المينتال ديفلوبمنت؟ اما تلاحظوا البيبي بتلاحظوا ان هو بيعمل اصوات كوينج فويسز او مربرين كده، يعني هامين كده، اصوات مش مفهومه عند او عند الشهرين الاولانيين. ونبتدي كده نمشي لغايه آخر السنة الأولى كده نبتدي إيه؟ ها؟ يبتدي بقى اللافينج والسوشيال سمايل والكلام ده لغاية لما نوصل، لا إحنا هنا في السبيتش سوري، لغاية لما نوصل عند سن السنة يبتدي يقول كلمات مختلفة بابا ماما دادا الكلام ده. عند سن سنة ونص ممكن يقول جملة من كلمتين، يعني مثلا إيه؟ جملة من كلمتين زي إيه؟ مثلا عاوز ياكل مثلا، تمام، جمله من 3 كلمات عند سن سنتين،
يبتدي يقول اسمه عند 3 سنين، وممكن يبتدي يقول هو ساكن فين عند سن 5 سنين. يبقى دي برضو دي ارقام زي ما بنقول average للتسهيل على الـ development بتاع الـ speech. next السايكوسوشيال يبتدي يبقى فيه السوشيال سمايل او سوشيال كونتاكت عند 40 يوم او شهرين، يبتدي يلاف بعد كده، او خلينا نقول السوشيال سمايل عند 40 يوم يبتدي يلاف عند شهرين. بيريكوجنايز المذر بدري شويه عن الفاذر، ودي حاجه ما تزعلش الابهات مننا، عند 4-6 شهور، ويبتدي يريكوجنايز الفاذر زي ما بقول لكم ليتر اون ان لايف. وبعدين السبيتش زي ما احنا قلنا ممكن نحطه تبع السايكوسوشيال، ممكن نحطه لوحده. يبقى دي برضو من المايلستونز المهمه ان احنا نبقى عارفين الايه المحطات المختلفه اللي بتحصل ريجاردنج المينتال ديفلوبمنت. نيكست دي عبارة عن صور اللي احنا قلناها عند السنة مثلا اي ويف باي باي مثلا. تمام، وصلنا لاخر سلايد في البوست تيست اللي هو السؤال اللي احنا بدينا بيه المحاضرة. Does growth precede development؟ دكاترة انتوا معايا ولا رحتوا فين؟ اولا قبل ما اسال السؤال ده، في اي سؤال في الجزء اللي فات بتاع الديفلوبمنت الفاين والجروس والسايكوسوشيال والسبيتش، في اي سؤال في الجزء ده؟ ما كلهم تمام يا دكتور. طيب هو اجابه السؤال زي ما قلته في الاول ان الاثنين بيمشوا مع بعض، الجروس اند ديفلوبمنت جو بارلل تو ايتش اذر، اثنين بيمشوا مع بعض، الأورجن بيزيد في الحجم وفي نفس الوقت بيحصل ماتوريشن. للفانكشن النهارده على النت، وارجو ان لو في اي جزء انتم مش ما كنتوش سامعينه او مش واضح تقولوا لي عليه. ممكن تبعتوا لي على الشات اي سؤال عايزينه اجاوب لكم عليه لو كان في اي شيء مش واضح في المحاضره. سامعيني يا دكاتره؟ اي يا دكتور معاكي. طيب ان شاء الله الاربع الجاي الساعه 10 هيبقى الجزء الثاني من الشابتر ده اللي هو الابنورمال جروث اند ديفلوبمنت مع دكتور ياسر حسن. أنا بشكركم وبعيد تاني لو أي سؤال ابعتولي على الشات هرد عليه. تمام يا دكتور، شكرا جدا. ميرسي ليكم جميعا، وسوري بكرر اعتذاري على النت، إن شاء الله المرة الجاية تبقى الأمور أحسن من كده.